بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ في كل مكان. إذا اليوم الدرس الثالث من الفصل الترتيب والعمليات في مجموعة الأعداد الحقيقية، ويتعلق الأمر بالترتيب وعملية الضرب. بعدما خصصنا الحصة اللي دازت والحصة الماضية لدرس الترتيب والجمع، وقبلها لكيفية مقارنة عددين حقيقيين. إذا اليوم إن شاء الله غادي نجزو هذا الدرس ديال الترتيب وعملية الضرب من خلال نشاطين أعددتهما. إذا الأول غادي نخرجوا بواحد الخاصية مهمة، وكذلك الثاني، ونختم بتمارين تطبيقية توظيفا لهذه لهاتين الخاصيتين. إذا على بركة الله غادي نبداو نقراو النشاط الأول. أ بي سي أعداد حقيقية، حيث أ أصغر من أو يساوي بي. ثم سؤال: قارن بين العددين أ سي و بي سي، الجدائين أ سي و بي سي، ماذا تستنتج؟ إذن للإجابة عن هذا السؤال لا بد من قراءة تمرين قراءة متأنية مع تركيز على المعطيات ومحاولة تحليلها، ثم استحضار التعلمات السابقة. طبعا البناء دائما ينبني أو يعتمد على المكتسبات القبلية. إذن عندنا قلنا أ بي سي أعداد حقيقية، يعني بغض النظر على الطبيعة ديالهم واش موجبة أو سالبة، قد تكون كذلك وقد لا تكون. أ أصغر من أو يساوي بي، إذا واحد الإشارة، لأن غالبا كنكثروا هذا الرمز أصغر من أو يساوي. إذا نقدر يعني هذا الرموز كلها، يعني ما ينطبق على هذا الرمز ينطبق على الرمز أكبر من أو يساوي، وينطبق كذلك على الرمز أصغر قطعا، وينطبق كذلك على الرمز أكبر قطعا. إذن نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. إذن لمقارنة العددين الجداء AC والجداء BC، إذا لمقارنتهم ندرس إشارة فرقهم. دائما نعتمد على الخاصية أو التعريف الأول من الدرس الأول. ندرس إشارة فرقهما، بمعنى غادي نديرو بي سي مثلا ناقص اسي. اذا هنا كتشوفوا بان عندي فرق جدائين، اذا كتشوفوا ان السي عامل مشترك. اذا عندي فرق جدائين، سي عامل في هذا الجداء وعامل في هذا الجداء، وبالتالي هما سي عامل مشترك. إذن غادي نديرو سي، نعمل بسي في ثم شنو غادي يبقى لي تما الفرق بي ناقص أ. طيب إذن دائما قلنا ندرس إشارة فرقهما. إذن ما هي إشارة هذا الفرق؟ إذن إشارة هذا الفرق هي إشارة هذا الجداء، الجداء السي في ب ناقص أ. إذا عندي واحد المعطى اللي هو أ أصغر من ب أو يساوي، إذا ما يمكنليش عاود نجالو. إذا بما أن أ أصغر من ب، إذا التعريف يقول إذا لدينا
إذا هذه بما أن A أصغر من أو يساوي B فإن B ناقص A أكبر من أو يساوي صفر طبقا لنتيجة التعريف الأول من الدرس الأول. إذا الآن عرفت بأن هذه الإشارة B ناقص A موجب، دونك هذا راه موجب. إذا بمعنى الآن أصبحت إشارة هذا الجداء مرهونة بإشارة هذا العدد اللي هو سي، العدد سي، لأن نقول نذكره متى يكون جداء عددين موجبا؟ إذا كان لهما نفس الإشارة بمعنى موجبين أو سالبين. إذا هنا بمعنى إشارة هذا الجداء، يعني هنا احتمال أن يكون الجداء موجبا، ويحتمل كذلك أن يكون الجداء سالبا. إذا حتما معروفة بأن ب ناقص أ موجب بناء على المعطيات ب أكبر من أو يساوي أ. إذا متى يكون موجبا؟ إذا كان السي موجبا، هذه الحالة غادي يكون الجداء موجبا. أما إذا افترضنا أنه غادي يكون سالب، فسالب معنى متى يكون جداء سالبا؟ إذا كان لعامليه إشارتان مختلفتان. إذا بمعنى إذا كان هنا ب، يعني راه حتما ب ناقص أ دائما موجب، إذا هنا غادي يكون السي غادي يكون سالب. إذا هنا بمعنى يكون موجبا إذا كان سي موجب، ويكون سالبا إذا كان السي سالبا. نعم، إذا الآن حسبنا الأمر، طلب منا مقارنة العددين أ سي و بي سي، يعني خضعنا الأمر للقاعدة الأولى أو التعريف الأول من الدرس الأول لمقارنة عددين ندرس إشارة فرقهما. فالفرق حول إلى جداء، وطبعا جداء عددين حقيقيين يكون موجبا إذا كان لعامليه نفس الإشارة، ويكون سالبا إذا كان لعامليه إشارتان مختلفتان. وبما أن ب ناقص أ موجبا انطلاقا من المعطيات، إذن إشارة الجداء هي رهينة بإشارة العدد السي. إذن يكون موجبا إذا كان السي موجبا، ويكون سالبا إذا كان السي سالبا. إذن ماذا تستنتج؟ إذن اللي غادي نستنتجو خاصية مهمة، خاصية شنو قاعد تقول هذه الخاصية؟ إذا غادي ننطلقوا من المعطيات، غادي نقولوا أ و ب و س أعداد حقيقية، حيث إذا نبقاو هكذا في هذا المعطى. إذا غادي نديروا أولا، إذا كان أ أصغر من أو يساوي ب وفق المعطيات اللي انطلقنا منها، إذا وكان سي موجبا، سي موجبا، بون درنا قطعا سي موجبا، إذا هنا لأن هذا الشيء استنتجناه من هنا من دراستنا لهذا الإشارة ديال هذا الجداء. فإن ماذا قلنا عندما يكون سي موجبا؟ فغادي يكون يعني إشارة الجداء موجبة، يعني موجبة، وبالتالي بما يعني إشارة هذا الفرق غادي تكون موجبة. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن أسي غادي تكون أصغر، أسي أصغر قطعا من بيسي. ثانيا غادي نقولوا إذا كان نفس المعطى الأول أ أصغر من أو يساوي ب، داكوغ، و سي غادي يكون سالب انطلاقا من الاحتمال الثاني،
وبالتالي غادي يكون جدا سالب، وبالتالي الفرق غادي يكون سالب، وبالتالي غادي نستنتجو إذا كان الفرق سالب بمعنى الحد الأول أصغر من الحد الثاني، وبالتالي ماذا غادي نقولوا؟ غادي نقولوا بأن أسي إذا العكس غيتكون أسي أكبر من أبي، إذا هنا كيتغير هنا أكبر من أو يساوي أصغر، إذا هنا تغير الاتجاه ديال المنحى ديال المتفاوتة. إذا عندما نضرب طرفي متفاوتة في عدد سالب فالملاحظ هو أن الاتجاه أو المنحى ديال هذه المتفاوتة يتغير، بينما عندما نضربه في عدد موجب تبقى المتفاوتة يعني على أصلها. إذا هذه خاصية مهمة جدا. إذا غادي نديرو أمثلة إذا المثال الأول غادي يصف الاتجاه ديال الجزء الأول من الخاصية، والمثال الثاني غادي يصب في مصلحة الجزء الثاني من الخاصية رقم واحد. إذا غادي نقولوا إذا لدينا أصغر من ثلاثة وخمسة عدد موجب، إذا شنو غادي يكون عندي؟ خمسة أصغر من ثلاثة أو خمسة في ثلاثة، أي خمسة أصغر من ثلاثة في خمسة تعطيني خمستاش. المثال الثاني غادي يكون نخليو نفس أ أصغر من ثلاثة مثلا وناقص أربعة عدد سالب، إذا رانا في الجزء الثاني. إذا شنو غادي نستنتجو؟ غادي نضربو أ ناقص أربعة في أ، شنو غادي يوقع؟ غادي يتغير الاتجاه. إذا هنا كان عندنا أصغر ولا أكبر؟ إذا كان عندنا أكبر غادي يولي أصغر. إذا ناقص أربعة في أ أكبر من ثلاثة في ناقص أربعة. هنا إذا يعني ناقص أربعة في أ غادي تبقى ناقص أربعة أ، وغادي هنا يولي أكبر من بون هنا درنا قطعا دونك غادي يبقى هنا قطعا، ناقص أربعة أكبر قطعا من ثلاثة في ناقص أربعة غادي يعطيني ناقص 12. إذا النتيجة هي غيتولي ناقص أربعة أكبر من ناقص 12. إذا كان عندنا أ أصغر من ثلاثة ضربنا طرفين متفاوتة في نفس في عدد سالب وفق الجزء الثاني من الخاصية، إذا النتيجة غيتقلب تولي ناقص أربعة أكبر من ثلاثة في ناقص أربعة، عكس الحالة الأولى اللي عندما نضرب عدد طرفي متفاوتة في عدد موجب فالمتفاوتة تحافظ على أصلها. إذا هذه هي النتيجة اللي خرجنا بها من خلال النشاط رقم واحد. نمشيو الآن للنشاط رقم جوج. إذا غادي نقرأ A B C D أعداد حقيقية موجبة، إذا هنا سطر على أعداد موجبة بحيث A أصغر من أو يساوي B، C أصغر من أو يساوي D. قارن بين العددين A C و B D اللي هما
عبارة عن جدائين، ثم ماذا نستنتج؟ إذن دائما قلنا هنا يجب أن نستحضر، نقرأ التمرين عدة مرات، نفهموا شنو هي المرامي دياله، نقرأ المعطيات ونحلها، ثم في نفس الوقت نشوف شنو هي المعلومة السابقة المكتسبة اللي يمكن تفيدني هنا باش نوصل للهدف. إذن واضح من أن جميع الأنشطة اللي درناها ركزنا فيها على التعريف الأول ديال الدرس الأول واللي هو الأساس. إذا بحال شي بناء مي كنبنيو لابد من يعني نبنيو الأساس عاد نبنيو الفوق. إذا تقريبا نفس الحالة رانا فيها. إذا دائما ركزنا على هذه القاعدة الأساسية ديال مقارنة عددين لمقارنة عددين ندرس إشارة فرقهم. إذا السؤال الأول، إذا غادي ننطلقوه كذلك لمقارنة العددين AC و BD ندرس إشارة فرقهما. إذا مثلا غادي نديرو BD ناقص AC، غادي نشوفو الإشارة ديال هاد الفرق شنو هي، واش موجبة سالبة، وكيفاش غادي ندخلو شنو هو المدخل. إذن بي في دي، إذن هنا عندنا ABCD أعداد حقيقية موجبة. إذن هنا اللي متأكدين منه جدا عددين موجبين هو عدد موجب، AC موجبي يعني A و C موجب، وبالتالي جدا موجب وهذا موجب، لكن هذا ما غاديش يمنح لي الصلاحية باش نجزم في طبيعة هذا الفرق واش هو موجب أم سالب. إذن عندي هنا A أصغر من أو يساوي B، يعني أن B ناقص A موجب. ثم عندي C أصغر من أو يساوي D اللي غادي نتأكد منه هو D ناقص C أكبر من أو يساوي صفر. تسبلون إذن المعطيات وصلتني لهنا. دونك أنا الآن عاجز، كيفاش غادي يمكن ندير؟ إذن خصني نفكر باش نتجاوز هذه العقبة هذه. إذن أحيانا نبقاو نديرو ديك النظرية ديال المحاولة والخطأ. إذن غادي الآن شنو غادي ندير؟ غادي ندير نخلي البي دي هكذا ناقص AC، غادي نزيد واحد الجداء، غادي نزيد AD ونقص AD. إذا هنا زدت واحد العدد اللي هو AD ونقصت واحد العدد نفس العدد، يعني كأن شيء لما فعل أي شيء. داكوغ، إذا أضفت 5 ثم حيدت 5 مثلا، إذا بحال اللي ما درت والو. ثم نشوف واش غادي يخرجني هذا ولا ما غاديش يخرجني هذا الشيء اللي درت دابا. إذا خصني نحاول نلقى شي مخرج وفي نفس الوقت باش نوظف هذا المعطى. هذا هو الأهم. دونك مثلا غادي ندير هذا بدي مع AD، غادي ندير قوم بالتجميع الآن، BD ناقص AD زائد، دابا غادي نجمع هذا مع هذا، يعني AD ناقص AC، داكوغ، يساوي، إذن هنا عندي BD ناقص AD، إذن كتشوفوا أنا الفرق جدائين وعندي D كعامل مشترك.
اذا دي عامل مشترك. اذا هنا من درت العامل غادي تقول لي بي ناقص ا زائد هنا كذلك غادي ندير ا كعامل مشترك، لان كتلاحظوا هنا فرق جدائين، اذا عمل هذا بوحده وهذا بوحده. اذا غادي ندير هنا ا، نفتح القوس، غادي يولي عندي دي ناقص سي. اذا هنا عندي دي و ا، هنا عندي بي ناقص ا، وهنا دي ناقص سي. دي ناقص سي من خلال المعطيات عندي موجب، و بي ناقص ا كذلك موجب. اذا هنا بي ناقص موجب، وعندي ا بي سي دي اعداد كلها موجبه او سالبه معا، لكن هنا عندي الاعداد كلها موجبه، ا بي سي دي موجبه، بي ناقص ا موجب تلاقى من المعطيات، لان عندي ا صغير على بي. داكور، دي ناقص سي اكبر من او يساوي صفر بالنسبه لهذا الفرق هذا، و ا موجب. اذا هنا بمعنى هذا الجداء غادي يكون موجب وهذا غادي يكون موجب. داكور، وبالتالي الإشارة هذا الفرق تكون يعني مجموع عددين موجبين هو عدد موجب، وبالتالي فرق العددين يكون موجب. إذا الآن خلاصة القول أن بي دي ناقص أ سي موجب، بمعنى غادي يكون عندي أ سي أصغر من بدي. دابا غادي ندير واحد القراءة. إذا شوفوا هنايا كانت عندي في المعطيات أ صغير على بي، سي أصغر من أو يساوي دي. هنا كتشوفوا الجداء أ سي، بمعنى ضربنا الطرف الطرفين، البارح درنا المجموع مجموع الطرفين الأيسرين، الآن كنديروا جداء الطرفين الأيسرين. أ سي نفس الاتجاه ديال المتفاوتة، ثم جداء البارح درنا الجمع مجموع الطرفين الايمنين، دابا كنديروا جداءهما. اذا كان هذه الخاصيه، اذا كان ا اصغر من او يساوي بي، والسي اصغر من او يساوي دي، مع ا بي سي دي جميعها موجبه، فان جداء ا في سي اصغر من بي في دي. اذا هذه هي الخاصيه اللي غادي نكونوها دابا. داكوغ، اذا ممكن الان نديروها كخاصيه، خاصيه جوج. طبعا غادي يكون عندنا نفس المعطيات اللي كانت عندنا في النشاط، ان ا بي سي دي اعداد حقيقيه موجب، ا بي سي دي اعداد حقيقيه موجب. اذا ا بي سي دي موجبة. داكوغ، إذا هذا هو الاستنتاج. الآن يعني خلال هذا الدرس حاولنا نخرج بخاصيتين مهمتين، نحاول نوظفهما من خلال التمارين التطبيقية التي أعددتها في صفحة أخرى. إذا أعزائي التلاميذ، نبدأ بالتطبيق الأول، واللي غادي نحاول نوظفه من خلاله الخاصية واحد من هذا الدرس، من درس اليوم. إذا A B C أعداد حقيقية، أتمم ما يلي: إذا كان A أصغر من أو يساوي B، و C سالب. سالب، إذا هنا ركزوا مزيان. إذا الخاصية اش كتقول؟ نذكركم أنايا: A أصغر من B، و C سالب. شنو كيعطيني؟ كتغير من كنضرب الطرفين المتفاوتة، A C كتولي العكس. فوالا. إذا هنا إذا كان أ أصغر من خمسة و سي سالب، فإن أ سي إذا غادي تولي العكس، غادي نغيرو المنحة ديال المتفاوتة وفق الخاصية. هذا الجزء الثاني ديال الخاصية رقم واحد. إذا كان أ أكبر من أو عفوا قطعا بي، و سي موجب. إذا هنا شنو درنا؟ قلنا إذا كان أ موجب و سي موجب، ف
فعندما نضرب طرفي المتفاوتة في نفس العدد فغادي يبقى عندي أسي نفس المتفاوتة تحافظ على المنحة ديالها. إذن هنا A أكبر من B و C موجب. فإن هنا في التمرين أعطوكم العكس، إذن هنا ما خصناش نجر أو نجاوب بواحد الشكل عشوائي، خصني نكون نفهم. إذن من كنقول A أصغر من B ممكن نقول ب أكبر من أ. إذن هنا غيرت المنحة ديال المتفاوتة لكن ما غيرش المعنى أو المضمون ديال 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 العبارة الرياضية، ما غيرش المضمون ديالها، بقات هي دائما عندي أ صغيرة على ب، لا هنا ولا هنا. إذن فقط غيرت هنا. إذن بالتالي تغيير أحيانا يعني نغيروا المنحة ديال الاخر ولكن ما كيغيرش المعنى، بالتالي خصني ننسجم وفقا دائما نبقى نعتمد على هذه الخاصيه. داكوغ. اذا هنا مثلا درت بي سي اكبر من ا سي، ممكن شنو ندير انايا؟ غادي ندير بي سي هكذا اكبر من ا. اذا هنا غيرت ولكن المعنى هي ا سي هنا كبيره، هنا ا سي كبيره. داكوغ. إذن هنا بما أن أ بي أ أكبر من بي و سي موجب، هنا بدلوها. شنو غادي ندير؟ أنا غادي نبقى نحافظ عليها، غادي ندير أ سي فوالا أ سي أكبر من أ بي. داكوغ. إذا كان أ أصغر من بي و سي سالب فإن أ سي، إذن AC هنا سالب، معنى إلا بقينا هكذا غادي نغيرو، يعني إلا بقات يعني AC في الجهة ديالها غادي نغير المنحة ديال المتفاوتة. إذن هنا نفس الشيء، إذن AC بقات في اليسار، إذن غادي نغير هكذا وتولي BC. إذن أ سي سي سالب، إذن غادي نغير تولي في بي سي. رابعا إذا كان أ أصغر من بي فإن أ في أ ناقص بي ماذا؟ في بي بي عفوا بي في أ ناقص بي، يعني أيهما أكبر؟ شنو هو الرمز اللي غادي نديرو هنا؟ لمن غادي نخضعو؟ واش من حاله؟ واش الحاله الاولى الثانيه؟ اذا هنا كتلاحظوا ما كايناش، اذا هنا عطاونا السي، هنا ما عطاوناش السي، اذا خصني نجتهد. اذا هنا السي مشاو هما مباشره للنتيجه ولكن ما عطاوناش هنا الرمز، طبيعه الرمز واش اكبر ولا اصغر. اذا غادي نوليو نجتهدوا نمشيو هذا المعطى هذا. اذا ملي كنقولوا ا اصغر من بي وفق المعطيات وفق التعريف الاول ديال الدرس الاول، اذا بمعنى بي ناقص ا غادي يكون موجب بي ناقص ا غادي يكون موجب، العدد بي ناقص ا موجب. اذا او موجب ولا نقول ا ناقص بي غادي يكون عدد سالب. داكوغ. اذا اما نقول بي ناقص A موجب ولا A ناقص B سالب. شوفوا معايا مزيان هنا، A صغير على B داكو، غادي نزيد ناقص B، A زائد ناقص B، غادي نطبق الخاصية الأولى ديال الدرس الثاني، إضافة نفس العدد إلى طرفي المتفاوتة غادي نحصلوا على نفس المتفاوتة. إذا هنا غادي يقول لي B زائد ناقص B، إذن A زائد ناقص B هي A ناقص B، هنا زائد مع ناقص تعطيني ناقص، وهنا مجموع عددين متقابلين يساوي صفر، بمعنى ولات عندي A ناقص B أصغر من صفر. إذن إذا كان A أصغر من B يعني إما A ناقص B أصغر من صفر أو B ناقص A أكبر من صفر وفق للنتيجة ديال التعريف الأول في الدرس الأول. إذن بمعنى هنايا أ ناقص ب راه سالب لأن عندي ب كبير على أ،
داكور بي كبيرة على أ. إذن هنا إذا كان هنا هذا عندي فرق الحد الثاني كبير على الحد الأول، إذن تكون النتيجة ديالو سالبة ولا كما برهنا عليها هنايا. إذن هذا سالب و أ و بي، دونك غادي تغير المنحة، أ بقات في البلاصة ديالها على اليسار و بي بقات على اليمين، وضربناهم في عدد سالب، إذن غادي تغير وفق لهذه النتيجة اللي درناها هنا في التمرين الأول. إذن هنا غادي يولي هكذا، هذا أ في أ ناقص بي غادي يولي عندي أكبر من بي في أ ناقص بي. إذن أعزائي التلاميذ، نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا، هنا وضحنا أكثر، وضفنا الخاصية بشكل مباشر وحاولنا نوظفها في عدة وضعيات. نمشيو للتمرين الثاني أو التطبيق الثاني اللي غادي نوظفوا فيه الخاصية جوج من درس اليوم. طيب إذن غادي نمشيو. إذن هنا نقراو، عندي أ بي عددان حقيقيان بحيث أ أكبر من أو يساوي 5 على 3 و ب ناقص 1 أكبر من أو يساوي 8. ثم قال لك بين بأن أ ب الجداء أ ب أكبر من أو يساوي 15. كتقول لك إذا كان أ صغير على ب أو لا يساوي ولا قطعا، ثم عندنا سي صغيرة أصغر من أو يساوي ولا قطعا من دي، فإن أ في سي طبعا أ بي سي دي موجبة ماشي سالبة. أتونسيون، غادي نشوفوا الحالة ديال مين كيكونوا سالبة. إذا الآن غادي نهتموا فقط بالأعداد الموجبة. إذا بمعنى أ في سي غادي يكون عندي أصغر من أو يساوي، ولا كان عندي قطعا غادي يبقى هكذا بي في دي. إذا قلت أ بي سي دي أعداد موجبة، فوالا. إذا هذه هي الخاصية رقم جوج. يبدو أن التوظيف ديالها هنا بشكل مباشر ما كاينش، إذا خصني نبحث شي حاجة، لابد من الرجوع إلى تحليل المعطيات ثم الاعتماد ربما على بعض المكتسبات القبلية. طيب إذا أنا عندي هنا أ مزيان باش نضرب، كنلاحظ معنا بعد المنحة ديال المتفاوتة هو يعني نفس المنحة ما مغيرش. إذا فقط هنا عندي ب ناقص أ، وهنا أ أكبر من أو يساوي 5 على 3. إذا غادي نبدأ وندير واحد السطر هنا. إذا شوفوا معايا هنا من المعطى ب ناقص أ ب ناقص 1 أكبر من 8، هذا غادي نحاول نوظفه في الخاصية ديال الدرس اللي داز، الخاصية رقم 1 بإضافة نفس العدد إلى طرفي المتفاوتة نحصل على نفس المتفاوتة. إذا ب ناقص 1 غادي نزيد 1 من هنا. علاش زدت 1؟ المقابل ديال ناقص 1، لأن خصني نتخلص منه، لأن العدد زائد المقابل ديالو يساوي صفر. هذا هو علاش كان من نزيد خصني نعرف شنو غادي نزيد. ثم بي غادي نزيد عاود واحد باش التوازن يبقى هو هو، يعني ناقص واحد زائد واحد صفر، يعني غادي يولي عندي هنا بي زائد صفر أكبر من أو يساوي 8 زائد واحد 9، يعني غادي يولي عندي بي أكبر من أو يساوي 9. دابا لقيت شوية المفتاح. إذا لابد من هذه، يعني هذا العملية اللي درناها لابد منها. ثم عندي في المعطى أ كبيرة أو أكبر من أو يساوي 5 على 3. دابا عندي مين كنقول بي كبير على 9، إذا عطاونا أ و بي عددان حقيقيان، ما عطاوناش موجبة، لكن النتيجة اللي توصلت بها أن بي أكبر من 9، يعني غادي يكون موجب بي.
كبير على 5 على 3 معناه موجب. إذن هذه الوضعية غادي تسمح لي باش نستعمل الخاصية جوج من درسي اليوم، يعني هذه الخاصية اللي درناها. إذن في المعطى ما عطاوكمش أو بي موجبان، لكن الوضعية اللي وصلت لها كتحسم بأن بي و أ عددان موجبان، والتسعة وخمسة على ثلاثة راهم موجبين أصلا. إذا كانت تسعة راها موجبة، خمسة على ثلاثة موجبة، وبي كبير على تسعة دونك غادي تكون موجبة، أ كبير على خمسة غادي تكون موجبة. إذا الآن أش غادي ندير؟ غادي نضرب أ في بي. أ في بي أكبر، وغادي تحافظ على المنحة. تسعة في خمسة على ثلاثة، أي غادي يعطيني أ بي تسعة في خمسة، 45 على 3، أي أبي أكبر من أو يساوي 45 على 3 هي 15، وبالتالي هي النتيجة اللي مطلوبة عندنا. إذن هنا وضفنا الخاصية جوج، لكن بالاعتماد على بعض يعني معلومات سابقة. نمشيو للتطبيق، الجزء الثاني من التطبيق الثاني. إكس و إيكغيك عددان حقيقيان، ما عطاوناش واش موجبا ولا سالبا. عندنا إكس صغير على ناقص 5 بمعنى إكس سالب، إذا كانت إكس صغير على ناقص 5 معنى إكس سالب، و إيكغيك أكبر من 4، هذا إيكغيك موجب. دابا عندي هنايا كتلاحظوا هنا بعد يعني دائما هذه الملاحظة يعني تشخيص الأمور. هنا كتلاحظوا عندي الرمز هذا، انا اصغر وهنا عندي اكبر، دونك تا باش نخدم ندير اكس في ايكغيك ما يمكنليش، لان عندي هنا رمزان متعاكسان. ثانيا عندي هنا اكس سالب وايكغيك موجب، وهنا كيقول لك هل الجدا اكس ايكغيك صغيره لا ناقص 20. اذا الامور هنا يعني تطبيق الخاصيه بشكل مباشر، يعني هنا يعني في هذا الظرف، يعني في هذه الوضعية يصعب توظيف الخاصية بشكل مباشر. إذا لابد من إجراء بعض الترتيبات. شنو غادي نديرو؟ إكس أصغر من ناقص 5، شوفوا معايا مزيان، غادي نحاول نوظف الخاصية رقم واحد من الدرس ديال اليوم. شوفوا معايا مزيان، تبعوا، عندي اكس صغيرة على ناقص 5، هاكو، وناقص 1 عدد سالب. اذا شنو كتقول الخاصية رقم واحد؟ مين كيكون عندي صغيرة على بي والسي سالب، شنو كيعطيني؟ غادي تقلب الامور، ا سي غيولي كبر من بي سي. اذا بمعنى ناقص 1 في اكس غادي يولي كبير على ناقص 5 في ناقص 1، هذه الخاصيه اللي درناها. اكس ها هي ا صغيره من بي، ناقص 1 سالب، دونك ا في بي غادي يولي كبر من ا في سي. اذا ناقص 1 في اكس غادي تولي اكثر من ناقص 5 في ناقص 1. اذا العدد من كان ضربوه في ناقص 1 كيعطينا المقلوب ديالو، المقابل ديالو، موان اكس موان 5 فوا موان ز، يعني ناقص 5 في ناقص 1 غادي جدا عددين سالبين وعدد موجب غادي يولي 5. دابا ولات عندي ناقص اكس كبر من 5، يعني عدد موجب. دابا شوفوا، يعني وصلت عندي ايكغيك موجب، ها هي ايكغيك اكبر من 4 موجب، وعندي ناقص اكس موجب لانها اكبر من 5، وعندي وحدت المنحة ديال المتفاوتة اكبر. اذا الان يمكن لي نطبق هذه الخاصية. اذا ناقص 5 موجب وناقص اكس
كاين اللي غادي يقول لي راه ناقص، كاين تلاميذ اللي غادي يشوفه ناقص يقول لك كيفاش ناقص وغادي تكون موجبة، ما يمكنش. لا خصنا نفهموا، احيانا ملي كنقولوا اكس اذا كان اكس سالب فان مقابله ناقص اكس غادي يكون موجب. كاين اللي يقول لك وفين هي هاد اكس اللي هنا سالب؟ لا، هنا الاشاره ديال سالب تقع ضمن الحرف غير ظاهره. هنا واخا راه ظاهره اكس ناقص العدد موجب. نعطيو مثال، ملي كنقولوا اكس سالب مثلا غادي نعطيو الاكس يساوي ناقص 3، هي دابا ظهرت ناقص، لكن المقابل ديالو شنو هو؟ غادي يكون ناقص ناقص 3 اللي غادي يولي زائد 3. دونك هذا كيقولوا ناقص اكس راه هو هذه الحاله اللي راه لكم دابا هنا. داكوغ؟ اذا هي باش ربما التلامذ كاين اللي عندهم صعوبه في هذا فهم هذه الامور، اذن وجب التوضيح. اذن الان غادي يمكن لي نطبق، نجيب ايكراك ها هي اكبر من 4، دابا هي عندي 5 موجب 4 موجب ايكراك موجب ناقص اكس موجب. اذن غادي نطبق الخاصيه رقم 2 بسهوله، خاصيه حسب الخاصيه 2. اذن ناقص اكس فاش في ايكراك هاي تنا شنو غيدير؟ اكبر 5 في 4 غتولي ناقص اكس ايكراك اكبر من 20. ولكن يا استاذ راك قلت لنا اكس ايكراك صغير على ناقص 20، هنا عندنا جبرنا ناقص اكس اكبر من 20. انا عندكم الصح، اذا شنو غادي نديرو؟ شنو غادي ندير لهذه؟ اذا مازال ما وصلتش للجواب، يعني لمحت الجواب، شنو غادي ندير؟ نولي نطبق الخاصية هذا يا أستاذ، نولي نطبق هذه. شنو هي دابا؟ دابا شنو عندي أنا هنا؟ عندي ناقص إكس، شوفوا معايا هنا، ناقص إكس إيكغيك أكبر من 20، وفق لهذه النتيجة اللي وصلت لها دابا. شنو غادي ندير؟ غادي نجيب وناقص 1 سالب. والسي سالب دابا غادي تغير، هنا كان عندي اكبر من غادي نضرب في سالب غادي تغير المنحه ديال هذه، اذا هنا عندي اكبر غادي يولي اصغر. بمعنى شوفوا معايا مزيان اولادي، ناقص 1 في ناقص اكس يكريك هذيك هي ا ها ا ها بي ناقص اكس يكريك. هنا غادي عفوا هذه قلنا يتقلب، ناقص 1 في 20، إذا هنا نعتذر لها ناقص 20. غادي نزيد نمسح واحد الجانب باش نكمل. طيب هذا هنا تبعوا معايا هنا، اذا ناقص 1 في ناقص ناقص في ناقص غادي يعطيني زائد 1 في اكس ايكغيك غادي يعطيني اكس ايكغيك. قلنا هذا التقلب غادي يبقى هكذا، وناقص 1 في 20 عندما نضرب عددا في ناقص 1 نحصل على مقابله يعني ناقص 20، يعني زائد اكس ايكغيك هي اكس ايكغيك، وتبقى هذه اصغر وهذه ناقص 20. اذن هذه النتيجه اللي تعطتنا، نعم اكس ايكغيك اصغر من ناقص 20. اذن هنا اعزائي التلاميذ يعني تمرين مهم جدا، حاولنا نطبقوا فيه هذا الشيء وفي نفس الوقت نفعلوا فيه داك الشيء اللي قريته في الدروس السابقه. اذن نتمنى اعزائي التلاميذ انكم تكونوا فهمتوا، عندكم شي مشكل ولا عندكم صفحة وطرحوه وانا مستعد للإجابة. يلا تحياتي أبنائي، ما تنساوش باش تبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم،
يلا تبقى على خير، والله يلقينا في ساعات الخير.